اشتغل تقريبا اشتغلنا فيها من سنة 80 بديش تقولي 80 85 هيك شيء، وبنشتري كاش من القرى، وفي الموسم موسم الكاش بنزل في شهر 8 لحد شهر 10 بنشتري الكمية وبنخزنها عندنا في المخازن 10 15 طن 20 طن هذا الموجود، وفي الأيام الشتوية بنشتغل في مثل الأيام هاي. والله تقريبا بكى حياة الحج أبوي يمارس الشغلة هاي وتعلمنا منه يعني شوي، وظلينا مارسين فيها الحمد لله منيحة يعني التراث يعني الحمد لله منيحة، وعلمنا الأولاد كمان في الجامعات والبنات والحمد لله فيها مصدر رزق منيح بكى يعني مش زي أول عند تقولي اليوم تقريبا الاشي غالي، اي شيء بدك تورديه غالي بصير شلف ضرائب وايجارات كونتينر وشيء، فربح اكل من اول يعني، بس احنا موجودين اذا اذا بموتوا خلاص الشغله هاي بتنفكل، ما في شيء اقبال عليها من الجيل الصغير. انا صار لي بجوز 25 سنه 30 سنه بشتغل عندهم هنا، تعلمت عند ابوي في البيت يعني، كان عنده مصلحه في الدار ويشتغل عنده في الدار، تعلمت عنده وجيت صرت اشتغل عندهم هان. والله زمان بكت احسن، بكى في حركه وفي شغل، اما اليوم فيش، اليوم فيش غير اللي مشتغل هان بس المحل هذا، اللي مثل كشاض مثلا بالدبل نكع في الميه كبلها بيوم لثاني يوم تاني شغل لانه بيتكسر، ثاني يوم نقعد نشتغل في مثل ما صورت المكانس يعني، بضمها وبربط عليها الاسلاك، بعدها بيعطيني اياها انا بخيطها مثل ما الكالب هذا، بعدها جاهزه زي هاي بتصير للتسويق. خلصت الجامعه وفيش وظائف انا في الكسين، وكانت انتفاضه الاولى، جيت انا مع اخوتي قعدت اشتغل، اخوتي يعني مصابين الشغل والعمل. زمان كان هذا المحل بجوز فيه 10 عمال، كنا كل يوم نسوي 1000 مكنسه، 1000 يعني او اكثر، كل واحد يسوي 100 وواحد بخيطهم. اليوم على الخفيف يعني فيش يعني، بس يا دوب 200 مكنسه كل يوم بنسوي بس. لا مو في نزله البلاستيك والمكانس الصينيه والمكانس اللي بتيجي من برا الايطاليه، وهذا اثرت عليها هاي.